أسرار لا تعرفونها عن فستان إيمان ابنة الملكة رانيا والملك عبد الله. المصممة ريما دحبور تكشف الكثير. لا شك بأن الحدث الأبرز المنتظر خلال الأيام المقبلة هو الزفاف الملكي للأميرة إيمان ابنة العاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحسين والملكة رانيا الذي سيقام في 12 من شهر آذار الجاري حسب ما أعلن الديوان الملكي الأردني منذ أيام. والتفتت الأنظار أمس إلى حفل الحناء الذي أقامته العائلة المالكة قبل الحفل الكبير بأيام، ولفت الانتباه فستان الأميرة إيمان الذي يعتبر قطعة فريدة. في هذا السياق كشفت المصممة الأردنية ريما دحبور عن كواليس تصميم الفستان معربة عن اعتزازها بتصميم قطعة ملكية فريدة من نوعها، واضعة فيها لمساتها الخاصة والتي تعد انعكاساً للثقافة العربية وموروث الأردن. من النظرة الأولى رح يبين الفستان اللي لبسته سمو الأميرة إيمان ثوب تقليدي بتطريز يدوي، بس استعملنا ما يميز علامتنا في تصميم فريد من نوعه ومختص فينا، وهو التطريز ذات اللون الموحد اللي يعتبر من التقنيات اللي بتحتاج تحدي عالي حرفياً، بالإضافة لقصات جديدة غير متعارف عليها تقليدياً. وأيضاً استعملنا عنصر الضوء باستعمال الأحجار الكريستال لنزيد البهجة على هاي المناسبة المميزة. وقال دحبور أن الفستان احتاج لأكثر من 6 أشهر من العمل المتواصل على أيدي نساء أردنيات بسبب صعوبة ودقة العمل على هذا النوع من القماش الذي يحتاج إلى عناية خاصة أثناء التطريز عليه. فقد جمع بين البساطة والفخامة في آن واحد، وجاء باللون الأبيض المزين بالكريستال الذهبي ومطرز بالزهور البيضاء فوق طبقة من الشيفون. الفستان أخذ أكثر من 6 أشهر من العمل اليدوي المتواصل بأيدي نساء حرفيات من المجتمع الأردني، بالذات لأنه كان تطريز يدوي وأبيض على أبيض كان كتير صعب وبيحتاج دقة عالية. أكيد هذا الحدث يمثل لحظة فخر واعتزاز للدار ولكل طاقم اللي بيشتغل معي لوجود هذا التصميم بين إيدين ملكية في مناسبة تاريخية تعمل على تمكين نوع من التصميم اللي بيمثل ثقافتنا وشعبنا وموروث منطقتنا لتسليط الضوء عليها وإعطائها الفرصة اللي بتستحقها أمام الجميع. أما عن فستان الزفاف كشفت المصممة الأردنية الشابة أنه لن يكون من تصميمها، مشيرة إلى أنها متشوقة جداً لرؤية التصميم المرتقب، كما أشارت إلى أن أجواء التحضيرات كانت حصرية جداً، خاتمة بالتعبير عن سعادتها للمشاركة في هذا الحدث. أكيد كنت بتمنى لو صممت فستان زفافها ولكن للأسف لا، بس كنت كتير مبسوطة أني صممت فستان حنتها، بس كتير متشوقة أشوف طلتها وأكيد رح تكون من أجمل الأميرات اللي عمرنا شفناها. بصراحة أجواء التحضيرات كانت حصرية وخاصة بالعائلة المالكة، وأنا كنت كتير مبسوطة وفخورة بتواجد تصميمي في هاي المناسبة.